من الذي جرحك؟ اعتمادي عليك. أراك خارج السجن. اثبت مكانك. هيا. اسمي لانس باتريال، وأنا مدان بتهمة الاغتصاب. افتحوا الأبواب واخرجوا. نادم بشدة على جرائمي، لكن هذا لا يعني شيئا في السجن، لأنك مرتكب للجرائم الجنسية تكون عرضة للكم والرفس والبسط. قد تتصور أن سوء المعاملة أجبرني على محاولة الهرب، لكنك مخطئ، ففي داخلي أعلم أن السجن هو المكان الأفضل لي، فقد منعني من إعادة ارتكاب الجريمة بينما أحاول أن أصبح إنساناً صالحاً. سجن ولاية إنديانا هو أحد أقسى السجون في الولايات المتحدة. هناك ما يزيد على 2000 سجين محجوزين فيه، وثلاثة من أربعة منهم مسجونون لجريمة قتل. هناك تدرج حقيقي، ففي القعر هناك المدانون بجرائم جنسية، وحياتهم معرضة للخطر في كل يوم. الأمر خطير للغاية ومظلم جدا. في أحد الأيام كنت أخرج من عند المندوب، هاجمني زميل وحاول سرقتي. أدركت أن علي الدفاع عن نفسي لأثبت أنني لست سهل المنال. لكنه جرحني قبل تمكني من الهروب. احتجت لمساعدة لتضميد الجرح قبل أن يرى الحارس الدم. هكذا تعرفت على مارك بوهر. من الذي جرحك؟ لا يهم، اجلس. أعطني هذا. لقد أثرت إعجاب مارك، فعدم بوحي باسم من هاجمني كان يستحق الإعجاب بنظره. أصبحنا صديقين وانتهينا في زنزانة مشتركة. أحد أفضل أوقاتنا الماضية كان مراقبة محاولات الهروب في عروض التلفاز. هل تقتل أحدهم للخروج من هنا؟ مستحيل، لن أفعل ذلك يا صديقي. لابد أن هناك طريقة أفضل، أحتاج فقط لمن يساعدني للعثور عليها. لكن بالنسبة لي كان الهروب يعني السؤال ماذا لو؟ حصلت لنفسي على عمل في الصيانة وكذلك مارك. لانس، أقدم لك تشارلي. مرحبا يا أخي. مرحبا تشارلي. بعض الشباب كانوا قد بدأوا بتقبلي أخيرا، لم يكن في نية الهرب. وفي يوم تلقيت رسالة من أمي. كان أبي مريضا للغاية وكان في المستشفى، وكانت نسبة نجاته 50%. كل ما أردت كان زيارته وطلب السماح منه والتعهد له بأني سأكون الابن الذي كان يجب أن أكونه منذ سنين. أنا فخور بك يا بني. سجن ولاية إنديانا يتمتع بأقصى درجات الأمن، لا يوجد فيه إذن مغادرة لدواعي العطف. هذه هي حقيقة الأمر، تبقى هنا حتى تنتهي محكوميتك. أدركت أني لكي أرى والدي قبل وفاته فعلي الهرب. تلك الليلة أخبرت مارك أني مستعد للهرب جدياً. اسمع يا صديقي، أنا سأهرب من هنا، هل ترافقني؟ نعم. هل أنت معي؟ أنا معك.
بسبب عملنا كان يمكننا الحصول على الأدوات. كان يمكننا التنقل في السجن بسهولة وكانوا يثقون بنا، لكن اختيارات هروبنا لا تزال تبدو محدودة. من المستحيل تقريبا الهروب من سجن ولاية إنديانا. معظم السجن تغطيه كاميرات المراقبة، وهناك فرق متنوعة من الكلاب. لديك جدار بارتفاع 10 أمتار وتعلوه الأسلاك الشائكة، وحول محيط هذا الجدار هناك 10 أبراج. سجين يتسلق الجدار، هل تقتله؟ بالطبع ترديه قتيلا. أدركنا بأن الجواب لا يكمن بالعبور فوق الجدران، بل بإيجاد طريق من تحتها. كنا نقوم ببعض الإصلاحات في الأنفاق تحت السجن لسنوات، وهناك حارس يراقبنا باستمرار. كنت ما يسمى بجرذ الأنفاق. قمنا بدوريات على الأنظمة تحت الأرض للمكان. نظام الأنفاق ضخم جداً ويمتد لكيلومترات طويلة، إنه يلتف ويدور في كل مكان. علمنا أن أحد هذه الأنفاق يرتبط بماسورة تصريف للعواصف تقود إلى خارج السجن حتى تصل إلى شارع 10th Street في المدينة. كيف؟ لأنه في الثمانينيات كان أمراً عظيماً عندما قام مجموعة من الرجال بحفر حفرة في المجرى، زحفوا إلى داخلها وهربوا. حسناً يا شباب، علينا أن ننتهي، هيا بنا. أيقنت أن الأمل الوحيد هو إعادة الحيلة ذاتها، باستثناء وجود المزيد من الاحتياطات الأمنية الآن. كان هناك الكثير من البوابات والقضبان، لم نتصور أن هناك إمكانية أن يكون هناك هروب آخر. كان علينا إيجاد طريقة للنفاذ عبر كل هذه البوابات المؤمنة بدون أن تتم ملاحظتنا. كانت فكرتي هي الخروج في الليل. إن وجد سجين ما طريقه داخل نظام الأنفاق ليلاً، يكون لهم مطلق الحرية للقيام بما يشاءون، إذ لا يوجد موظف أمن هناك. المشكلة أننا في الليل نكون محبوسين داخل زنزاناتنا، فكان يجب علي إيجاد طريقة للخروج من هناك إلى داخل الأنفاق. بدأت بالتفكير في ممر الصيانة بين زنزاناتنا، إنه فراغ يدعى بالطريق الوسطي. قمت بكثير من التصليحات هناك، فعرفت أن بإمكاننا الوصول إلى السرداب من هناك، والذي كان بنفس مستوى نظام الأنفاق. حسبت كل شيء وتوصلت إلى خطة. حسناً مار، تعال إلى هنا. كانت نقطة البداية هي المبنى آي، حيث نعيش أنا ومارك. نذهب من خلال الطريق الوسطي إلى السرداب تحت المبنى، ثم نحفر طريقنا إلى نفق البخار تحت المبنى دي. حفر طريقنا من المبنى آي إلى المبنى دي مكننا من الولوج إلى نظام الأنفاق للسجن بأكمله، لكن بعدها كان يتبقى لدينا الكثير من العمل للقيام به. سنقطع خلال بوابة الأمن تحت المبنى A عبر البوابتين قرب القبة F والقفص حول مجرى العواصف، ونخرج عبر غطاء فتحة التصريف في شارع 10th Street. هل يمكننا القيام بذلك؟ يجب أن نحاول. فجأة أصبحت فكرة الهروب حقيقية وليست مجرد كلام. لكن الزحف لمسافة كيلومتر تقريباً عبر مجرى التصريف بقطر 60 سنتيمتراً سيكون أمراً في غاية المشقة. إن علقنا سنموت مثل الجرذان في المصيدة. الدخول في الأنفاق من المبنى آي لن يكون سهلاً. أنا ومارك نحتاج إلى مدخل إلى ممر الصيانة بين زنزاناتنا، المعروف باسم الطريق الوسطي. من هناك يمكننا الوصول إلى السرداب وحفر طريقنا إلى الأنفاق. لكن المشرف فقط يمكنه فتح باب الطريق الوسطي. كل ما كنا نحتاج هو مفتاحه. استخدمت صمغاً من الورشة
وبودرة الأطفال من غرفة المندوب لعمل بعض المعجون البسيط. كان نجاح خطتنا يعتمد على خليط بسيط من مواد منزلية. في المرة التالية التي أخذنا فيها الحراس إلى الطريق الوسطي، أخفى مارك بعض الأدوات ثم نادى على المشرف. تعال إلى هنا لحظة أيها الرئيس، يجب أن ترى هذا. كان الطريق الوسطي ضيقاً للغاية، فعرفت بخبرتي أنه سيضطر لخلع حزام العدد قبل أن يسير. ما إن كان في الخلف، حتى استخدمت المعجون لعمل طبعة عن المفتاح. استخدمت الشمع لعمل تخطيط على قطعة من الخردة من مخزن المعادن، ثم قمت بصنفرتها إلى الشكل المطلوب. كان عملاً خطراً، استغرقت يومي عمل. مفتاحنا نحو الحرية. بعدها كنا نحتاج لتجربة المفتاح، لما لا نتمشى؟ كانت المشكلة الوحيدة غرفة الحارس، إذا مد بصره سيرى باب الطريق الوسطي. هيا، كنا نحتاج إلى تشتيت الانتباه. مرحبا أيها الرئيس، كيف حالك؟ لهذا أدخل مارك تشارلي في الخطة. كيف كانت اللعبة ليلة البارحة؟ كان تشارلي سميث يمكنه تناول أي قصة وقلبها بالعكس وتحويلها إلى مزحة. أعتقد أنه طبع فيه. كل شيء كان يمشي حسب الخطة باستثناء المفتاح، لم يكن يدخل. شاهدت الحارس يخرج من المكتب، سيراني في أي لحظة. فجأة دخل المفتاح وانفتح الباب. مرحبا تشارلي، ماذا تفعل هنا؟ هيا سألحق بك فيما بعد أيها الرئيس. الآن وقد أصبح لدينا مفتاح يمكننا الوصول إلى السرداب، لكن كانت تواجهنا عقبة أكبر بكثير. لحفر طريقنا إلى نفق البخار كان علينا أولا تحطيم جدران الطابوق الصلبة للسرداب. كنا قد صنعنا لأنفسنا مطرقة منزلية في الورشة. كنت أخشى أن يسمعوني أحطم الجدار ويعلن عملية عد طارئة. لم يكن يبدو أن هناك من ينتبه. كنا محظوظين، فقد تبين أن الأرض رملية وطرية، لكنه كان سيكون عملاً طويلاً وشاقاً. كان الروتين يمضي كالآتي: كنا جميعاً موجودين عند عد الساعة السابعة. وبعدها كنا أنا أو مارك نتسلل إلى الطريق الوسطي بمساعدة تشارلي طبعاً. إن والدتك تعد فطيرة التفاح الرائعة، فطيرة لا تصدق، صحيح؟ في عد الساعة التاسعة كنا محبوسين في زنزاناتنا لليل. كان دور مارك. صنعت دمية وحاولت التصرف بصورة طبيعية. خلال التعداد عليك تأكد 100% أن السجين في زنزانته، لكن من السهل جدا أن تقتنع لأنك ترى نفس السجناء في نفس زنزانات كل يوم. لازانيا أم سباجيتي؟
أياً كان الذي يحفر كان سيعود بعد الرابعة فجراً عندما تفتح زنزاناتنا. لما لا تضع هذا على لائحة الطعام في الأسفل؟ كان عليه التواجد في الزنزانة في الخامسة فجراً كحد أقصى عندما كان هناك عملية تعداد أخرى. بعد أسبوع من الحفر كنا قد وصلنا جدار نفق البخار على الجهة الأخرى من الطابق، وكان هناك طريق إلى مجرى العواصف. في الليلة التالية ذهب مارك لكي يهرب. كان الأمر رائعاً، كنا على وشك إنهاء المرحلة الأولى من الهروب. إغلاق طوارئ، عودوا إلى زنزاناتكم. كان قد ذهب لعشرين دقيقة عندما تحققت أسوأ مخاوفي. كدت أصاب بنوبة قلبية. كان علينا النهوض من أسرتنا لعد الطوارئ. الدمية لن تنفع. وفكرت ربما سمعوا مارك يحطم الجدار. لقد انتهى أمرنا. كان هناك أمر واحد يمكنني القيام به. علقت الشرشف الذي نجلس خلفه عندما نقضي حاجتنا. إنه يحب خصوصيته. وتظاهرت بأن مارك في المرحاض. كثير من السجناء يضعون شرشفاً أو بطانية وهم في المرحاض. من الطبيعة الإنسانية أن يفعل الشخص ذلك. في الواقع كان الأمر ضد التعليمات، لكن هناك منطقة رمادية. إذ أنك لا تود رؤيتهم جالسين على المرحاض. لم أصدق عندما انتهى الحراس من عدنا. تبين أنه كان تمريناً. تلك الليلة اقتحم مارك نفق البخار. كنا في طريقنا. الآن نحتاج إلى شيء للعبور من بوابة الأمن في المرحلة التالية من الهروب. خطرت ببالي فكرة. إزاحة الغطاء عن صينية تسخين سابقة، ثم ربط عجلة قطع بمحورها، وهكذا نجح الأمر. عبرنا خلال البوابات خلال الليالي التالية. لم أكد أصدق عندما انفتحت تلك البوابات المعدنية الضخمة. لكن عندما وصلنا إلى القفص المحيط بمجاري العواصف كان هناك مفاجأة بانتظارنا. تصورنا أنها مصنوعة من المعدن الطري، لكنه تبين بأنه فولاذ مقوى. كانت القاطعة المنزلية الصنع بلا فائدة. كان الأمر مثل رفسة في البطن. يجب أن نجد طريقة للمرور من ذلك القفص قبل أن يكتشف البعض ما توصلنا إليه. كان ما نحتاجه هو شيء يعمل بطاقة عالية مثل المنشار الترددي، لكن أدوات القطع تستعمل لأعمال معينة. كان يتم تفقدها ومراقبتها بواسطة مشرف. أيها الرئيس، هل أستطيع الحصول على منشار ترددي لإصلاح بعض الأضوية؟ وافق المشرف، وهكذا تظاهرت بحاجتي إلى منشار ترددي للقيام بعمل في المبنى A، لكنني كنت سأقوم بتهريبه إلى الأنفاق. السيطرة على الأدوات مهمة للغاية. إن أعطيت سجيناً الأداة المناسبة لا يهم مدى قوة السجن، سيمكنه الخروج. خبأت المنشار الترددي في حقيبة مع أجزاء مروحة قبل أن نتجه تحت الأرض لعمل بعض التصليحات. كنت أشعر بالقلق إذ كان علينا تجاوز نقطة تفتيش.
إن عثر الحراس على المنشار الترددي سيتساءلون، وعندها سيراه المشرف وسنكون في مشكلة حقيقية. كان العرق يقطر على ظهري. للحظة تصورت بأنه انتهى، ثم بدأ يتحسس حقيبة المنشار. عندما رفعها ظننت أن الأمر انتهى. جون، عندها تدخل تشارلي. ألم يكن ذلك عجيبا؟ الثالث من الأخير، ألم تكن لعبة لا تصدق؟ هل ترى المنطقة الحلزونية؟ نعم، كان ذلك جميلا صحيح؟ لم يسأل عن شيء، كان بوسع التنفس مجددا. عند وصولنا إلى مدخل النفق اختلقت عذرا لترك الطاقم. هل هناك مانع إن أخذت أجزاء المروحة إلى المبنى دي؟ حسنا. انتظرت حتى اختفوا لأتحرك. كان يجب أن أتحرك بسرعة. كان علي العودة عند عد الثانية ظهرا، ووجودي هناك لوحدي سيكون من المستحيل تفسيره. عند وصولي إلى مجاري العواصف بقيت أفكر، نكاد أن ننجح. كان علي العمل بسرعة، فكلما طال الأمر كلما زادت فرصة ظهور جورال. لكن الفولاذ من القوة، استغرق الأمر 30 دقيقة لقطع قضيب واحد. بدأت أرتعب، كان الأمر يطول جدا ويحدث الكثير من الضوضاء. لكن كان علي المخاطرة، إذ لم يكن بإمكاني جلب منشار إلى المجرى مجددا. استغرق الأمر 3 ساعات، لكن الأمر انتهى. قطعنا الكثير من المواد، كانت مسألة وقت أن يكتشف الحراس الأمر. كان يجب القيام بدوريات في كل الأنفاق. مرة في الأسبوع على الأقل كان علينا تفقد أي تسرب في البخار وتسرب المياه، وكذلك كان علينا التأكد من عدم وجود محاولة هرب. كان الوقت يمضي، حان وقت الهروب. تصورنا أن يستغرق الأمر 6 ساعات للوصول إلى مجرى العواصف، لكن لم نعلم ما قد نجد هناك في الأسفل. إن كان هناك تأثير، سيكون من الجنون ألا نكون في زنزاناتنا ثلاثتنا. كان على أحدهم أن يمضي أولاً. قررنا إلقاء عملة نقدية، كتابة. بل هو وجه الصورة يا رجل. أتريد الذهب أولاً؟ بالتأكيد، أريد ذلك. الخطة التي ناقشناها مراراً وتكراراً كانت أن يتصل بنا مارك ما أن يخرج بواسطة هاتف محمول تم تهريبه يحتفظ به صديق لنا في المبنى آي. أنا وتشارلي نهرب في اليوم التالي ونلتقي بمارك في كازينو في مدينة ميتشيغان. كازينو بلوتشيب. كان سينتظرنا في سيارة جهزنا بها شريك لنا. ها هو الحارس. أكل شيء على ما يرام؟ كل شيء بخير أيها الرئيس. أيها الرئيس، كيف حالك؟ كان مارك مستعداً للذهاب بعد عد 12. ستارسكي وهاتش أم كوجاك؟ ربما كان الأمر متوتراً، لكنه بدا بارداً قليلاً. حظاً سعيداً، اعتمادي عليك. أراك خارج السجن. موسيقى
تلك الليلة كالعادة وضعت الدمية في الفراش. كنت أفكر، لابد أن هناك أمراً ما أغفلناه. ماذا لو علق مارك في مجرى العواصف؟ هل سأهرب فعلاً وأرى والدي؟ طوال السبت لما تلقى مكالمة من مارك، كنت قد بدأت أتوتر. وفي المساء جاءت تشارلز بالأخبار. لقد اتصل، لقد هرب يا صديقي. اتصل بولف في الأعلى. قبل 5 دقائق ستعود إلى البيت يا أخي، ستعود إلى البيت. هذا جيد، جيد. نزلنا في النفق بعد 5 فجراً. كان التعداد التالي في 10 صباحاً. كان لدينا أقل من 5 ساعات للابتعاد عن السجن بقدر ما نستطيع. من هنا، هيا. كان شعوراً رائعاً المرور عبر بوابات الأمن. زحفنا إلى داخل مجرى العواصف. كان ضيقاً، خانقاً، عرضه حوالي 60 سنتيمتراً. كان علينا أن نجر أنفسنا إلى الأمام. إن تركت نفسك للذعر ستجن. وصلنا إلى مكان تحت شباك التهوية داخل أرض السجن. كان تشارلي يعاني، فهو شاب ضخم. لم أكن واثقاً أنه سيتمكن من العبور خلال الجزء التالي من الطريق. كنا قد علمنا أنه فيما بعد ينحدر مجرى العواصف كمنحنى على شكل الحرف يو في أنابيب المياه. هل أنت بخير؟ أنا بخير، هيا بنا. كان حاجزاً غازياً بطول حوالي 4 أمتار مليئاً بالماء. كان علينا أن نسبح خلاله ما أن نكون بداخله، فلا مجال للعودة. إما أن تعبر أو تموت خلال المحاولة. فجأة كنت في الخارج، لم أستطع أن أصدق. لم أنتظر تشارلي، كان علي المضي قدما، فالوقت ينفد. استغرق الأمر 3 ساعات للوصول إلى مجرى العواصف الرئيسي تحت شارع تينيث ستريت. كان بعرض 6 أمتار، كان يتسع لشاحنة. آه،
هيا يا رجل، إنه الطريق إلى الخارج. هيا. كنت أنتظر وأتأمل وأصلي من أجل هذه اللحظة منذ شهور. هذا جميل، لنذهب لنذهب لنذهب. هيا. واو، رأيت الضوء فجأة، عالم لم أره لأكثر من 10 سنوات. الطريق خال، هيا لنذهب. هيا. كان علينا الوصول إلى الكازينو والركوب مع مارك بسرعة. إنها 8 إلا ربعا، يجب أن نسرع. دخلنا إلى بلو تشاب، لكن لم يكن هناك أثر لمارك. هل تخبرني إن كان رجل يدعى مارك بوهر قد ترك رسالة؟ كلا، لا توجد رسالة منه. لا شيء؟ حسناً، سأمر لاحقاً، شكراً. حاولت البقاء هادئاً، لكن لم يكن بوسعي تصديق ما يحدث. لا نستطيع البقاء هنا أكثر، يراودني شعور سيء. لا نستطيع البقاء أكثر، هيا بنا. كنت مصدوما. أول سؤال في ذهني كان كيف؟ كيف يمكن أن تكون هربت من ذلك السجن؟ إنها عبقرية من طرفهم. هنا كريغولاين. عند وصولي إلى السجن كان يعج بالنشاط. عند البحث عن سجين تكون الساعات 12 إلى 24 ساعة حاسمة. مارك كريغولاين، مأمور فيدرالي. عندما يمر ذلك الوقت لن تعرف إن كانوا ركبوا في سيارة أو قطار أو طائرة، قد يكونون في أي مكان. تفكر مع نفسك، يا إلهي، لدي قاتلان محكومان ومغتصب محكوم، هاربون، يجب ألا تسيء التصرف. لانس باتريل، هذا الشخص هو مرتكب جرائم جنسية خطر، وقد يكون خارج جدران السجن الآن يرتكب جريمة جنسية. حسناً، تعرفون التدريب يا شباب، يجب أن نعرف من يعرفون أصدقائهم، عائلاتهم. بذلنا كل ما بوسعنا لإيجادهم. كان هناك من 50 إلى 75 ضابطاً يحاولون القبض على الهاربين. السجناء الثلاثة بدأوا محكوميتهم في سجن ولاية أنديانا في أواخر التسعينيات، وتبقى لهم ما لا يقل عن 30 سنة من أحكامهم. من غير الواضح كيف تمكن الثلاثة من خرق الحراسة ودخول الأنفاق تحت السجن والهرب. كنا منهكين بعد ليلة قضيناها نختبئ في الغابات من الشرطة. بقيت أفكر في مارك، هل كذب علينا؟ كتابة. جمعت أطراف الأمر وبدأت الصورة تتضح. هيا اذهب أولاً. الشخص الذي تصورته أعز أصدقاء استخدمني أنا وتشارلي للهروب من السجن. أراك خارج السجن. ثم تخلى عنا في الكازينو. كلما فكرت أكثر اتضحت خيانته. هيا علينا أن نذهب. بعد حوالي نصف ساعة وصلنا إلى بعض البيوت. حسناً، لنتظاهر بأننا نهرول. الأمر خطر، لكن يجب أن نحاول. هيا.
كان يمكنني رؤية سيارة دفع رباعي مصطفة على الطريق. كان هناك شيء يقلقني في الرجل الجالس بداخلها. أظن أنه شرطي. حاولت عدم النظر إلى الخلف، لكنني كنت أعلم أن الرجل كان يتبعنا. كنت أشعر بعينيه على مؤخرة رأسي. من هنا إلى اليسار. هرولنا حول زاوية الشارع، لكنه كان مسدوداً. فجأة توقف الرجل بسيارته محدثاً صريراً شديداً. الشرطة توقفا، وإلا سأطلق النار. سيطلق علينا النار بعدها. توقفا. استمريت في الركض، لن أتوقف حتى يطلق علي النار. تمدد على الأرض. عندما نظرت إلى الخلف، كانت شارلي يتم تقييده بالأصفاد. فكرت بأن لدي 20 دقيقة قبل ظهور المزيد من الشرطة. اتخذت مساراً بمحاذاة الموج عند حافة البحيرة لتضليله. وصلت إلى غابة صغيرة ووجدت مكاناً لنفسي للاختباء. في لحظة سمعت أصواتاً. كانوا في الخارج يبحثون عني. كانوا يقتربون أكثر فأكثر. فجأة رأيت زوجا من الأحذية الطويلة. كان الشرطي قريبا للغاية. كان عليه النظر إلى أسفل وينتهي الأمر. حبست أنفاسي. كل ما كان يتحرك فيه هو عيناي. بعد مضي ما بدا وكأنه وقت طويل، استدار وذهب. عندها كاد قلبي يخرج من صدري. أطالب جميع السكان إذا رأوه أو رأوا من يشبهه أو رأوا أي شيء مريب أن يتصلوا بالشرطة فوراً، إذ نعتقد أنه لازال في هذه المنطقة. كانت رغبتي الوحيدة رؤية والدي. قررت الاتجاه إلى البيت. لم يكن معي سوى بعض الدولارات، لكنني كنت أعلم أني سأصل بطريقة ما. عندما دخلت إلى بلدتي، كنت أشعر بشعور غريب. كنت في السجن لمدة 13 عاماً. المكان الذي ظننت أنني أعرفه بدا غريباً. أحسست أن كل الناس وكل شيء يراقبني، لكنني كنت أفكر، لقد نجحت، سأرى أبي قريبا، ما يحدث بعدها لا يهم. كنت بحاجة ماسة إلى الماء، فدخلت مخزنا أتذكره من سنوات مضت. بعد ثوان لم أكن أصدق عيني. ها هو والدي. 13 عاماً لم تجعلني أنسى شكله. كنت تحت تأثير الصدمة. مشيت نحوه وقلت مرحباً، لم أرك منذ زمن. نظر إلي طويلاً وأضاء ضوء ما في عقله. لانس. أبي. ولدي. كان سعيداً جداً. كيف حالك؟ أنا بخير. بخير؟ بخير.
هناك من أود منك مقابلته. كنت أبحث عن غرض معين وباتريك ناداني. جيري، انظري من هنا. استدرت وكان برفقته شاب. لم أعرف من هو حتى اقترب. لانس، عانقته واحتضنته بقوة. وددت لو أخذه وأضعه في جيبي وأحتفظ به هناك. كنت قلقة جداً أن يتعرف أحدهم على لانس. كنت كما لو أني في السماء. ابني المتطرف كما يدعونه قد عاد إلى المنزل. كيف حالك يا أبي؟ نمر بظروف صعبة لكننا سنتجاوزها. ساد الهدوء وقال: حسناً أبي، علي القول بأني في غاية الأسف للمتاعب التي سببتها لك ولأمي. وقال: أتعلم يا أبي، أنت الأب الوحيد الذي لدي وأنا أحبك كثيراً. لكني قلت له: أعتقد أن عليك أن تسلم نفسك. ربما تكون على حق، لا أعرف ما يجب أن أفعل. كل شيء في عقلي كان يقول لي أن أترك المنزل الآن، فهذا هو المكان الأول الذي سيذهب إليه رجال الشرطة. في الساعة 11:40 مساء تلقيت مكالمة هاتفية تقول أن لانس باتريل هو في منزل والدته في روكبورت إنديانا. لماذا بقيت؟ ربما لأني كنت أعلم أن مكاني في السجن. أنتم اذهبوا من الجانب الآخر. سيدة لينش، هل هو هنا؟ أوضحت لها أني سأضطر إلى الدخول وتفتيش منزلها. إنه نائم فوق في غرفة النوم. شعرت فعلاً أن أحدهم سيقوم بقتله. إن كان لديك طفل وقال لك أحدهم إن عليك تسليمه وأنك لن تراه مجدداً، ماذا سيكون شعورك؟ إنه الجحيم بعينه. لم أتصور أني سأراه ثانية. في اليوم التالي تلقينا معلومة بأن مارك بوهر ينزل في فندق في الجزء الشمالي من أنديانا بوليس. اثبت مكانك، لا تتحرك، ضع يديك خلف رأسك. بدأ متفاجئاً جداً وهو يرى الباب ينخلع من مكانه. قف على قدميك، قف على قدميك حالاً. لم يقل كلمة واحدة طوال الوقت، لم ينطق بكلمة. شعرت بالفرح والارتياح يجتاحانني. هذا النوع من التحقيق قد يستغرق أسابيعاً أو شهوراً أحياناً. هذا التحقيق استغرق 11 أو 12 يوماً وقبضنا على كل هؤلاء وأعدناهم إلى الحبس. أنا الآن بت محبوساً في زنزانتي ل23 ساعة خلال اليوم، لكن الهروب كان يستحق. لقد رأيت والدي وأخبرته بالأشياء التي تعني كل شيء في العالم بالنسبة لي. لقد توفي بعدها بشهرين.